السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في قناة تيم نجا، وحشتوني جدا يا حبايب قلبي. النهارده يا شباب جايب لكم اضافات جميلة جدا جدا جدا، تحول لك بيس 2017 الى بيس 2020. بس يا ريت قبل ما نبدأ الشرح ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد. ويلا نبدأ الشرح. اول حاجة يا شباب هنوريكم مميزات الاضافات. هنلاقي بيس 2017 الى بيس 2020 زي ما انتم شايفين قدامكم، نفس قوائم بيس 2020 بالواجهه دي، حاجه روعه جدا 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 جدا. وتعالى كده يا شباب ندخل جوه وهنلاقي القوائم متحوله الى بيس 2020. تعالى يا شباب كده نشوف القوائم من جوه عامله ازاي. زي ما انتم شايفين لون القوائم جميل جدا ومتحول الى بيس 2020. لو جينا هنا يا شباب نلاقي باور الفرق، الباور اللي انتم شايفينه قدامكم بتاع الفرق ده متحول الى بيس 2020. يعني يا شباب هتلاقي الوان الباورات لبيس 2020 متحول الى بيس 2017. تعال ندخل جوه بالشكل ده كده. لو جينا يا شباب نلاقي قوائم بيس 2020 متحوله لبيس 2017. زي ما انتم شايفين القوائم يعني جميله جدا 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 وشكلها جميل. وزي ما انتم شايفين لو دخلنا مباراه هنا يا شباب هنلاقي السكور بورد بيس 2020 متحول لبيس 2017 نفس الشكل بالظبط زي ما انتم شايفين قدامكم، حاجه جميله جدا جدا جدا. لو جينا ندوسنا هنا ستارت وشفنا شكل السكور بورد، تعالى كده نشوفه اهو زي ما انتم شايفين متحول الى بيس 2020 بالظبط. طبعا هدخل لكم جون في نفس الوقت واوريكم لوجو العادي عامل ازاي بتاع بيس 2020. لو جينا دوسنا ستارت يا شباب هنلاقي لوجو الاعاده بتاع بيس 2020 متحول الى بيس 2017. لو جينا وشفناه تاني هنا بالشكل ده كده او بصوا نفس بيس 2020 بالظبط، بالظبط متحول الى بيس 2020 بالظبط. وكده يا شباب بيكون وريناكم مميزات الاضافات. يلا نوريكم ازاي هنحمل الاضافات وهنثبتها على اللعبه. يلا يا شباب نوريكم طريقة التحميل، بعد كده نوريكم طريقة التثبيت. حابب اوضح لكم يا شباب حاجة في الأول كده، أنا بعتذر جدا 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 على الفترة اللي غبتها أسبوعين، ما عملتش فيديو، أنا عارف فترة طويلة ما عملتش فيها فيديوهات، آسف جدا، كان في مشكلة في النت وكده والنت فاصل، فالحمد لله اتحلت. وإن شاء الله هنزل لكم فيديوهات كل يوم، ويستنوا النهاردة فيديو بالليل إن شاء الله. نزل لكم يا شباب احدث اوبشن فايل لجميع الباتشات باخر الانتقالات باذن الله. ويلا ندخل على الموضوع يا شباب. طبعا هسيب لك رابط الصفحه دي تحت في الديسكريبشن، كل اللي عليك هتضغط عليها ضغطه واحده هيجيب لك رابط الصفحه دي، هتنزل تحت بالشكل ده كده. زي ما انتم شايفين دي صور من داخل القوائم، طبعا انتم شفتوها في اول الفيديو. هننزل تحت بالشكل ده كده يا شباب. حجم الاضافات يا شباب 68 ميجا بايت، هتدوس على اضغط هنا بالشكل ده كده وهيجيب لك صفحة ميديا فاير سريع التحميل، هتدوس على خيار اللي هو اسمه داونلود بالشكل ده كده. زي ما انتم شايفين بعد ما جاب لي واجهة التحميل بتاعة الاضافات بالواجهة دي، هدوس على بدء التحميل وابدأ احمل الاضافات زي ما انتم شايفين قدامكم بحجم صغير جدا ب 68 ميجا بايت، يعني 70 ميجا بايت، يعني مش فارق كتير. وكده يا شباب يكون وريناكم ازاي هتحملوا الاضافات. يلا نوريكم ازاي هنثبت الاضافات على اللعبه. بعد ما تحمل الاضافات يا شباب هتبقى بالواجهه دي، هندوس على كليك يمين وهنقول له اكسترا كتير، هنفك عنا الضغط بالواجهه دي. بعد ما يفك الضغط هيظهر لك ملف اداه التفعيل وملف الاضافات، هنروح على الاضافات بالشكل ده كده وهنعلم على كل الملفات اللي جواها وهناخدها نسخه او كوبي بالشكل ده كده. وبعد كده هنروح على اللعبه بالواجهه دي، بعد كده نقول له كليك يمين ونقول له لاسك او بيست بالواجهه دي، لو قال لك استبدال وافق على الاستبدال بدون اي مشاكل، فيبدا ينقل معانا زي ما انتم شايفين الاضافات. بس كده مش فاضل الا خطوه واحده عشان الاضافات تشتغل معانا وهي نفعل الاضافات. بعد كده نروح على اداه التفعيل يا شباب، بعد كده نشغلها من الايقونه بتاعتها بالواجهه دي بالشكل ده كده. هنروح على الخيار الاول بالواجهه دي وهنروح على ملف اللعبه الرئيسي، شوف انت مثبت اللعبه فين. بعد ما تروح على ملف اللعبه الرئيسي هتروح على ملف الداونلود، هتضغط عليه ضغطه واحده، بعد كده نقول له موافق بالواجهه دي. نفس الكلام مع الخيار اللي تحت، هنروح على ملف الرئيسي للعبه فين اهو، هنروح على ملف الرئيسي للعبه، بعد كده هنفتح ملف الداونلود وهناخد الملف بالواجهه ده، وهناخد الملف ده بالواجهه دي. بعد ما خدنا الملف بالواجهه دي يا شباب هنروح على الخيار ده وهنعمله نو ديلي سي. بعد كده يا شباب هنرتب الاضافات، هنرتب اول حاجه الداتا باك. هنرتب الداتا باك اول حاجه واحد، بعد كده اتنين، بعد كده تلاتة، بعد كده يا شباب نخترق اللي هو الاضافه اللي اسمها سي اس دبليو جرافيك
كمنيوس بيس 2020 هنختارها بالشكل ده كده. بعد كده يا شباب هنختار الخيار اللي هو اسمه اللي هو اسمه كي كي ده بالشكل ده كده. بعد الخيار اللي هو بعد كده الخيار اللي هو اسمه بيس 20 ريبلاي لوجو. بعد كده تيم ضجة هو ده بس اللي هنعمله. بعد كده هنقوله جنريتور دي بي فايل ليست، وهتلاقوا الترتيب ان شاء الله في الموقع منزله لكم ان شاء الله باذن الله. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، متنساش يعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.